ظهرت في العراق منذ فترة ليست بالبعيدة، ظاهرة أنه القتل بالنسبة للمتشبهين بالإناث أو ما يسمى بثنائي الجنس الثالث، هل إن هذا القتل هو مجاز شرعاً؟ هؤلاء اللي فرحانين بأنفسهم صايرين نسوان جنس ثالث بتعبيرهم، اي هؤلاء أحد أسباب عذابنا، ترى نعذب قبل الساعة بسبب هذه الظاهرة. وأنا ما زلت أعجب من شباب العرب، من شباب المسلمين، لماذا لا يأخذون الأمور الإيجابية الحضارية من الغرب؟ ليش شكوا زبالة بالغرب يأخذوها إلى أن وصلوها إلى أنه شنو يفقد رجولته؟ ليش ما أخذت من الغرب الأشياء الإيجابية؟ ليش ما أخذت مثلا القيم الحسنة اللي عليها الشباب الغربي أو الغربيين بشكل عام؟ منها قيمة تقديس العلم، المعرفة، تقديس الوقت، الالتزام بالوقت، قيمة حقيقة جدا مهمة. الغربي عادة يقدس الوقت، ماشي بالساعة ما يتأخر مثلا، رفق أحسنتم بالحيوان، الاهتمام بالبيئة. أنتم متصورين، أنتم يا الشباب المايع التافه هذا، متصورين أنكم بهذه الطريقة تتحضرون، يعني أنه أنتم تصيرون نفس الشباب الغربي التالف اللي يتأنث ويتخنث؟ من واجبنا، من واجب المجتمع المؤمن القضاء على هذه الظاهرة، ولكن بأي شيء؟ بالوسائل المشروعة، لا بالقتل. هذا حكم من أين جئتم به؟ ناس متأنثين، من يقول حكمهم القتل؟ أقصى ما هنالك تعزير وإقصاء ونفي.